يقول: كيف يعالج المسلم قسوة قلبه؟ أنا بعطيكم قصة معي أنا في هذا الموضوع. الشيخ محمد المختار الشنقيطي من مشايخ المدينة، وله أشرطة معروفة، هو واعظ وعالم، كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية في المدينة، وكانت لي معه يعني علاقة، فركب معي في سيارتي فسألت هذا السؤال، قلت: ما هو علاج قسوة القلب؟ فأجابني بجواب غريب وعجيب. لو سألت الآن: ما علاج قسوة القلب؟ المتبادر للذهن ما الجواب؟ أقرأ قرآن، صح؟ صوم، كذا. فقال لي كلمة غيرت مجريات حياتي، قال: بر الوالدين. سبحان الله، قسوة القلب بر الوالدين؟ قال: نعم، لأن رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. فمن كان حريصا على بر والديه رضي الله عنه، وبعث في قلبه السعادة والراحة وانشراح الصدر، ووفق في أمور حياته. لذلك نقول بر الوالدين هو مفتاح الخير ومفتاح الرزق ومفتاح السعادة وعلاج قسوة القلب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكلما ازددت من برك بوالديك وأدخلت السرور على قلبيهما، ستجد توفيقا وتيسيرا وانشراحا وراحة. فنكتفي بهذا، مو الأسئلة، نكتفي بهذه النقطة في هذا السؤال.